ونحن اليوم نازلين صلاة الجمعة واعتصام على سدة خربة الإس. هذه السدة مغلقة من عام 2000. طبعا احنا تابعين لمدينة الخليل، وصلنا عن مدينة الخليل شارع استيطاني فتحوه من أراضينا، طبعا سكروا بشكل تعسفي عقاب جماعي لأهل خربة. خربة الإس عددهم ما يقارب 2500 نسمة، ما سووا أي جريمة لشيء، الاحتلال أغلق عليهم السدة، واحنا من العام 2000 واحنا بنعاني من تسكير هذه السدة. طبعا معاناه كبيره، حوادث كثير بتعرض عليها اولادنا، بندعسوا هون قبل شهر ونص اندعس محمد وسنين على السدة وتوفى. طبعا امبارح هذا السير صار هون مع كثر السرعه وصار 4 اصابات. احنا بنعاني كثير من هذا الاغلاق، مش حدا معبرنا، مش حدا مطلع عنا. احنا اليوم خرجنا نرفع صوتنا نحكي عن معاناتنا، معاناتنا كبيرة. يعني احنا بالشتاء كيف نقطع؟ انا اولادي بروح على الجامعة على المدارس بيمشوا 3 كيلو ماشي عشان يوصلوا، او المواصلات ما في مواصلات لانه السد مسكر علينا. فاحنا معاناتنا كبيرة في هذا اليوم، احنا خرجنا نحكي للعالم كله، للعالم الحر يشوفونا. احنا ابسط حق لنا ان نعدي هذا الشارع، هذا الشارع معدي من اراضينا وممنوع نمشي، ممنوع ولا سيارة تقطعه. فاحنا بنعاني من هذا الوضع، ونرفع صوتنا للكل انه يساعدنا. وهذه هي رسالتنا للكل وللعالم. الاحتلال بتحجج انه موافق انه يفتح لنا نفق يجي من غاد لمنشأتنا على مدينة الخليل. طبعا النفق مكلف كثير، والسلطه كانت معارضه لانه ممنوع احنا نطلع الالتفافي، النفق كان من خربة الإس مدينة الخليل. طبعا كان اقتراحات انه يسووا نفق وفروع، يطلع لفرعين على الالتفافي، لكن هذا الاقتراح لسه مش ماشي ومكلف كثير على البلديه. طبعا لسه ما صار اي اتفاق بين البلديه والاداره المدنيه لهذا الموضوع، ونستنى ان شاء الله في الايام الجايه. طبعا البلديه قالوا احنا قاعدين عدم مخططات جديده، ونستنى احنا يوافقوا الاحتلال على هذه المخططات، يفتحوا نفق من خربة الإس للمدينه. حياك الله. يلا كم كتبتون لسنا؟ نصور على السنة. أنا مش مانعين هون. بديع الدور كل المعرض. مش حلة. ولا تقدم ولا استخرج. اوعى هداك داي زيت يا شباب، ارجع هداك طلع. ايوه خرب بيتك، تترك الشباب تلبسوه. روح. يمكن المشاهدين الان في هذه اللحظات قوات الاحتلال قامت بالاعتداء على الصحفيين. يعطيكم العافيه، اذا